بدعم من برنامج مبادرة صمود المجتمع العراقي والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قامت منظمة غصن الزيتون بتأهيل بستان زيتون عين علق في بعشيقة من أجل عودة الحياة الاقتصادية لهذه المدينة. بدعم من برنامج صمود المجتمع العراقي، طبعا المول من قبل الوكالة التنمية الأمريكية الدولية، تقوم منظمة غصن الزيتون بإعادة تأهيل بستان عين علاق، حيث عدد المستفيدين من هذا المشروع 40 مستفيد من كلا الجنسين ومن جميع مكونات الموجودة في بحشيقة وبعزاني. مدة العمل 30 يوما، وعدد الأشجار في هذا البستان 1500 شجرة. سوف يكون العمل لمدة 30 يوم في هذا البستان إلى القص والتنظيف وإعادة الروح إلى الأشجار اليابسة وتنظيف السواقي الفرعية. تعتبر شجرة الزيتون رمزا للسلام، وأصبحت رمزا لمدينة بعشيقة، هذه المدينة التي حاول تنظيم داعش أبان احتلاله لها في آب من عام 2014 إلى مسح هويتها وتدمير اقتصادها. أشكر منظمة غصن الزيتون لقيام بحملة تنظيف بساتين بعشيقة التي هي تبين صورة المنطقة التي قام داعش بتدميرها، أكثر الأشجار وحرقها. فنشكر منظمة غصن الزيتون وجميع المنظمات التي ساعدت في تشجير وتنظيف البساتين في منطقة بعشيقة. نشكر منظمة غصن الزيتون على تأهيل بستان عين علق في بعشيقة. البستان عدد الأشجار 1500 شجرة، العوائل المستفادة منه تبقى مستمر بتأهيل العمل ومستمر الشغل وعودة الحياة إلى المنطقة بوجود البستان عين علق، إلى عادة البستان عادة الحياة إلى البستان عين علق. ومن جانبهم عبر أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لكل الجهود التي تبذل من أجل إعادة الحياة للبساتين الزيتون مرة أخرى. نصر حاجي، يزيدي 24، بعشيقة وبحزاني.